مزبوط أسماء إنه إسرائيل مش بس بتحاول إنه تخفي وتطمس التراث الفلسطيني على أساس تثبت إنه ما كان في إنه تراث في هاي الأرض، ومن جهة تانية والإشي الخطير كتير إنها بتحاول إنه تأخذ وتسرق هذا التراث إلها. وهون عصام بالضبط أهميته بالنسبة لنا كفلسطينيين، لأنه إله قيمة مضاعفة. أولاً إحنا حافظنا عليه زي أي شعب تاني، وثانياً بنقدر نستخدمه كبرهان على وجودنا على هاي الأرض وحقنا فيها وعلى شرعية روايتنا في ظل محاولات إسرائيلية للتغييب والنفي. وخلينا إسا ننتقل لتقريرك أنت عصام. نحن أمام تجربة حديثة نسبياً في المدارس العربية، ونقول إنها خارجة عن المنهاج المألوف. من قال إن على الطالب أن يجلس كالتمثال ويلقن من قبل المعلم؟ هنا يبادر عدد من المدارس العربية في الناصرة إلى إعطاء مساحة حرة للطالب لتحريك الجانب الإبداعي والجمالي بأي طريقة. فلنشاهد التقرير. أمي واحدة من ملايين، بستغرب إنه مجتمعنا دائماً بيكبت المرأة، بتعامل معها وكأنها أقل أهمية، كأنه محلها بس بالمطبخ. صعب أعامل نفسي بنفس الطريقة، بعدني مش قادرة أفهم السبب. كان لابد لنا أن نرافق هؤلاء الطالبات من فرع الاتصال التابع لمدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة لكي نشاهد بأنفسنا كيف يقومن بإنتاج فيلم وثائقي، فدهشنا لارتباطهن المتين بهذا الموضوع وكيفية التعامل معه بمهنية وإبداع، وكأنهن يدخلن إلى مساحة جديدة ومهنة إبداعية مستقبلية أدخلتها المدارس العربية في الداخل إلى جانب تخصصات أخرى تؤهل المشاركين إلى مرحلة جديدة من حياتهم المستقبلية وتحمل معها رسالة اجتماعية لمجتمعنا العربي. عرفنا عن حالك. تخصص الإعلام أول إشي هو غير عن التخصصات الباقية، هو مش كتاب إحنا بنقرأ ولا إشي إحنا بنحفظه ومنقدم فيه امتحان بالنهاية، هو أكتر امتحان نفسي، يعني كيف إحنا ممكن نبلور شخصيتنا وكيف إحنا ممكن نوصل أفكارنا عن طريق كاميرا وعن طريق ناس، وكيف إنه عن جد يعني نبني للمجتمع أفكار جديدة. حددت مرحلة معينة تحصيلك وقديش انت بتثبت حالك على الفاضي. انت استغرابك نابع من عدم وعيك للمشكلة اللي انا بعاني منها، انه انتم بتعتبروا السمار انه عيب، انه صفة غير جميلة. العالم كله بتطلعوا على اللون الاسمر، على تعبير عن الذات ولا اكثر ولا اقل. يعني الموضوع انت بتقدر يعني بتشرح عن نفسك فيه، عن ذاتك، يعني كل تخصصات التانية انت مادة بتدرسها وخلص، هون لا، انت بتحط كل طاقتك فيه، كل الشغلات اللي انت بتحبها بتطلعها من وجهات نظر، بتتعلم اشي كتير، يعني بتشوف العالم مش بس العالم من الكتاب، تشوف العالم الحقيقي فيه. حصة السينما والاعلام هي مش حصة روتينية كلاسيكية زيها زي اي حصص، وعادة طلاب في مرحلة الثانوية هن طلاب معتقات بحبوا التجدد، بحبوا الشغلات الجديدة، بحبوا ينكشفوا على كثير أمور ثانية، فهاي بتعطي جواب لهاي الأسئلة والتطلعات والتطلبات تبعت الطلاب هذولا. ويعود الفضل الكبير للتوجه الطلاب لهذا الموضوع إلى المربين المهنيين الذين يشرفون على هذا الفرع ويقومون بتدريب الطلاب على صنع الأفلام الوثائقية والسينمائية وإرشادهم المهني إلى بعض الحقائق السينمائية والتلفزيونية. عادة منعلمهم أنه مرحلة البحث خلق الفكرة وإيجاد الفكرة لصنع فيلم عليها بتبلش منا، من إيش بتفكر، من إيش بضايقك، من إيش بيستحوذك. فمرحلة البحث عمليا وتعليم البحث مع الطلاب هذول ببلش من ذاتهم، من نفسهم. برأيي يعني إنه نكشف أكثر للإعلام، يعني إحنا مشكلتنا العرب إنه بنحكي ونعمل أفلام بس لإيش حدا إنه يوصلنا هاي أفكار، إنه نطلع على الراديو عن جد ونحكي عن المشكلة اللي إحنا حاسين فيها ونعبر عن ألامنا اللي إحنا بنحسها، هذا بحد ذاته ممكن يوصل شو إحنا حاسين يعني. بس مجرد إنه نضلنا قاعدين عن جد ونصور فيلم وما حدا يشوفه غير مدرستي ونطاق أهلي، أكيد مش رح يأثر هذا شو أنا بدي يعني. ولإدخال جزء من هذه المشاريع السينمائية إلى دائرة الحراك الثقافي والسينمائي شكلا ومضمونا،
بادر مركز محمود درويش في الناصرة إلى تنظيم أمسية فنية بعنوان بواكير سينمائية، شاركت فيها ثلاث مدارس ثانوية من مدينة الناصرة تدرس الإعلام والسينما، وهي المدرسة المعمدانية، مدرسة راهبات الفرنسيسكان، ومدرسة الجليل التجريبية، حيث اختارت كل مدرسة أفضل إنتاجين لطلابها. هذا المهرجان مخصص للطلاب مش إلنا، يعني عمليا الطالب عندنا بيساوي بيشتغل سنتين في موضوع الإعلام، بيعمل فيلم، الفيلم بتخبر الخزانة، لا رسالته وصلت لا الهدف تبعه غير وصله للجمهور، وعمليا أخذ علامة، أخذ 90، أخذ 100، أخذ 50، اللي هي أخذ علامته وروح. بس أفكر الطلاب هذولا للأمد البعيد راح يضل يفكروا أنه عملنا فيلم كان له تأثير معين، والمدرسة احترمتنا وعملتنا مهرجان. كان في عندنا فيلم حكاية شعب، هذا فيلم لحاله نحكي عن كل فرع الاتصال موجود. أنا عصام كنت في هاي الأمسية وشفت أنه بالرغم من أنه إنتاج الأفلام متواضع، بتعرف طلاب ومدارس وهيك، إلا أنه الطلاب فعلا عندهم المواهب في الإخراج والتمثيل والتصوير وغيره، وأنت هون بتعطيهم فرصة من جيل صغير أنهم ينكشفوا على عالم السينما من غير بس ما يتقوقعوا بالمدرسة بمواضيع تقليدية مثل العلوم والرياضيات والحساب وإلى آخره. أكيد أثناء، وأنا المضبوط بحسد لهدول الطلاب أنه اكتسبوا خبرة يعني منذ الصغر المقاعد الدراسة في مجال السينما والتلفزيون والأفلام الوثائقي وإلى آخره. وأنا لما خلصت مدرسة وقررت أنه أتعلم موضوع الإخراج طلعت لبريت البلاد، والمظبوط انصدمت لأنه ما كنت أعرف إشي عن الموضوع، وما كان في عندي قاعدة أكاديمية عن الموضوع، بينما الطلاب اليوم بيتعلموا في المدارس هذا الموضوع ممكن يكملوا ويصيروا مخرجين كبار، وإحنا بنتأملهم كل نجاح. بس إسا خلينا ننتقل من السينما للموسيقى. يبدو أن الألوان الموسيقية في هذا العالم الصغير والمفتوح لم تعد حكرا على شعب دون سواه، نجد موسيقى شرقية في الغرب، غربية في الشرق، وقد نكون أيضا أمام تجارب فيها خلطة من موسيقى عالمية وحضارات مختلفة، والأهم أن هذه التجارب ليست نابعة من اصطناع أو افتعال، إنما من عفوية وتلقائية القائمين عليها. دعونا نرصد مع الزميلة منى أبو بكر برغوثي تجربة الفرقة العكية رواق.